بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شابتر رقم 10 على ما أظن في هيلس. معلش سامحوني بتنقل بين هيلس وسكوب، بس بحاول ألاقي لكم المكان اللي فيه أمثلة أكثر واللي موضح بشكل أكثر. أوكي، هلا الشابتر هاب موضح في الباوربوينت من هيلس ماشي الحال، وهذه المحاضرة الأولى في هذا الشابتر والأخيرة قبل العيد، وبإذن الله تعالى بنستأنف التدريس بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. الآن خلصنا المونوبروتيك أسيد والمونوبروتيك بيز وخلصنا البفر، والآن وصلنا لما يسمى بالبوليبروتيك أسيد. بس تعريف البوليبروتيك أسيد هو عبارة عن الحامض اللي بيكون فيه مور ذان 1 بروتون، او القاعده اللي بيكون فيها مور ذان 1 بروتون، مور ذان 1 هيدروكسيد ايوه تمام. فلاحظ الاتش 3 بي او 4، هلا الان بتفكك، طبعا بتفاعل مع المي، والمي هون بتشتغل از بيز وبصير له ديسوسيشن. الان بيعطيني الهيدرونيوم ايون او الاتش موجب للبساطه زائد الاتش 2 بي او 4 ماينس، هذه كونجيجيت بيز وهذا اوريجينال اسيد او الويك اسيد. هلا هذه الخطوه دكتور لها كي اي 1، وهذه بتصير تقريبا على بي كي اي في الاسيد كريجن تمام، تقريبا في منطقه الاثنين الى أربعة. هلا الاتش 2 بي او 4 بيعاود يستأنف الديسوسيشن تاعه، وبيعاود بيعطيني اللي هو عباره عن كمان بروتون والاتش بي او 4 ماينص 2. هلا الان هذا كمان بدك تنتبه الان انه هذا له كي اي 2. هلا الان بدك تنتبه انه صار في عندك هون ماينص 2 واتش 1، يعني هذا صار يميل للبيسك، عشان هيك البي كي اي هون تقريبا بكون حوالين التسعة. هلا الان الخطوه الثالثه بتكون انه الاتش بي او 4 ماينص 2، لاحظ انه هذا بيمتلك خصائص البيسيسيتي اكثر من الاسيديتي، وبالتالي هو بيعطيني اللي هو عباره عن اتش موجب زائد بي او 4 ماينص 3. يقال انه الخطوه هاي ما بتصير دكتور، لانه هذا بيسك والبيسك ما بيعطيني اتش موجب تمام. هذه البي كي لها تقريبا اعلى من 12. هلا الفكره في السلايد انه الان بولي بروتيك يعني بيعطيني بروتون بروتون بروتون، اذا بالمحصله بالمحصله اذا بتجمعهم، يعني اذا بتشطب هاي مع هاي وهاي مع هاي، بتلاقي انه الاتش 3 بي او 4 اعطاني 3 بروتون، بينما الان الاسيتيك اسيد ما كان يعطيني 3 بروتون، وبالتالي هذا احنا بنسميه بوليبروتيك اسيد. هلا في عندي حاجه اسمها اللي هي عباره عن السفيتر ايون، او حاجه اسمها اللي هي عباره عن الداي بروتيك، وهذا مثال موجود في هارس بالمناسبه، وهي الرسمه موجوده في هارس. اوكي الان هذا سفيتر يعني بيحمل، سفيتر يعني هي كلمه المانيه معناها الدبل، معناها دبل يعني انه في موجب وسالب تمام. هاي في موجب وسالب، هاي لها بي كي اي خاص فيها جاي من الكربوكسيليك اسيد، وهي لها البي كي اي خاص فيها ماشي الحال. وبالتالي هذا دكتور الان لاحظ انه السي او 2 هذا ماشي الحال اللي هي هاي اشكال الامينو اسيدز الان لاحظ اذا بنقص عندك اتش 2 او كي بصير عندك. هي الفكرة بصراحة هي هون، الفكرة هي هون، وركز معي لأنه من هون بيبدأ هرس. هو بس هون حاول يوضح لك إنه إنه في عندي موجب وسالب، وهذا بنسميه لو عبارة عن داي بروتيك أسيد، وبكون له عدة أشكال. هلا ركز معي في اللي جاي، بدنا نحاول من المحاضرة ما نثقلها، حتى إنه لما نرجع على خير إن شاء الله بعد العيد نحاول نتذكر الاشي اللي حكينا تمام. يعني ما بدنا نقطع ماده كثير دكتور حتى ما ننساها، لانه انا قبلكم نرجع بعد العيد كسولين، وما بيكون عندنا هذاك الحماس انه ندرس خلال عطله العيد وانه نتذكر كل شيء تمام. ولهذا السبب انا كمنسق للتحليليه عملت الكويز القادم هو يوم الخميس اللي بعد العيد، مش مباشرة بعد العيد، حتى انك تقدر تسترجع دكتور قواك وتسترجع القدرة على انك تمسك المادة وتدرس اللي هو معك الاول يوم دوام بعد العيد بيكون الثلاثة على خير ان شاء الله، ومعك الاربعاء، وبعدين الخميس بنلتقي باذن الله تعالى. هلا الان هذا دكتور الداي بروتيك اسيد او بيز، بنبدا من هون
هلا صار عندنا تصور شو يعني بولي بروتيك. هلا الداي بروتيك انه في عندي بروتين بروتين، يعني بمعنى اذا تفكك هذا ماشي الحال. وركز معي منيح هون، لانه لو اخذت الماده للعلم انا كنت فاتح عليها من هون دكتور، شايفين انا كنت فاتح عليها الماده من هون في ال هيها موجوده عندي انا هون في هرس، كنت بحاول سهل جدا علي اني انا اقص الجزء هذا واحطه على الباوربوينت، بس شفت انه البني ادم هذا عاملها بشكل افضل مني ومرتبها من ناحيه الاسهم. هلا الان اللي راح يصير عندي هو ما يلي، اللي راح يصير عندي انا هو ما يلي. هذا ال H2L موجب، والمقصود فيه اللي هو عباره عن نفسه هذا البروتون، بس هنا كان في H، هنا كان في H. هلا سيبك من، خلينا نبدا من هون. هلا هذا الشكل دكتور، في عندي بروتون هون وبروتون هون. لما يكون في تو بروتونز هذا بنسميه داي بروتيك اسيد، هيو داي بروتيك اسيد. وطبعا ما في اسيد بدون بيز، احنا اتفقنا انه لما يكون في عندك اسيد اذا هذا كونجيجيت بيز لإله. هلا هذا نفسه بكون اسيد لهذا، وهذا كونجيجيت بيز لهذا، فدائما دكتور الاسيد هو نفسه له شكل اخر اسمه بيز، وهذا شرحت لكم اياه لما كنا نتحول ما بين الكي اي مع الكي بي، تمام؟ هلا هذه رح نرجع نعيدها، وعلى فكره الجزء من الماده هون بنرجع بنتذكر فيه اللي هو شابتر 9 المونوبروتيك اسيد. هلا هذه هي الان داي بروتيك، اسمحوا لي زي ما هو حاكيها في هرس اكتبها H2L موجب، وللعلم الموجب هون مش اهميه، يعني مش كثير مهم دكتور، هون وهون الموجب مش بيج ديل، هي لانه النيتروجين عليها موجب بس. يعني هون الموجب ما تفهمها شيء له علاقه في انه خلينا نقول له علاقه في شرح الشابتر، هي اللي بيهمني انه في عندي تو بروتون. عشان هيك في الامتحان وفي الاسئله المقترحه في هرس بعطيك اياها H2A مثلا. ما في فرق، يعني الموجب هاي ما دخلها في الحكي كله، تمام؟ هلا الان عندي انا بروتون وبروتون، هذا دكتور اسيد، اذا بفقد بروتون ماشي الحال شو بصير عندي؟ اتش ال. طبعا ليش صار اتش ال؟ لانه صار عندك كونا ماينس، والماينس عادلت الموجب. برضه مره ثانيه الماينس والموجب هنا اللي هي السفيتر ايون مش كثير فارقه معي، انا بيهمني انه عندي هنا تو بروتون وعندي هنا بروتون واحد. هلا اذا بفقد كمان بروتون بصير عندك ال ماينس، فقد البروتون، يعني طلع نفسه هذا يا دكتور كم شكل له صار؟ هيو هيو نفسه، انا بهمني تفهم محتوى الماده ماشي الحال. و بعدين الان نكمل، يعني الان ممكن نزيد شوي عدد المحاضرات مقابل انه نفهم الماده. وبالمناسبه الشابتر اللي انا انهيته اللي هو له علاقه في التايتريشن انا شايفه سهل، لكن اي واحد في نقطه مش فاهمها دكتور بكل سهوله يكتب لي على الكلاس روم دكتور المثال كذا انا مش فاهمه، وانا برجع بعيد له اياه فيديو خاص فيه ولا يهمك، تمام؟ هلا نرجع هون. الان اطلع دكتور هذا الداي بروتيك اسيد اللي هو ال H2L له صار له ثلاث اشكال، صح؟ صار له ثلاث اشكال. الشكل الاول طبعا عند اللو بي اتش بيكون بشكله الاسيدك انه في تو بروتون، وعند الهاي بي اتش يعني في شكله البيسك بيكون ولا اتش يعني ال ماينس بيكون بيز، وفي الانترميديت في المنطقه المتعادله بيكون شكله نيوترال، لا هو اسيد ولا هو بيز، تمام؟ لانه لاحظ هون شو ماله؟ هو 50 50 هنا اتش وال، فبيمتلك هاي وبيمتلك هاي. اذا اتفقنا الان انه هذا البروتون انه هذا الداي بروتيك اسيد، صرنا نعرف يعني داي يعني تو بروتون، واسيد لانه بيعطيني بروتون اذا تفكك. صرنا نعرف الان دكتور انه الان هذا الداي بروتيك اسيد اذا بروح للمنطقه هاي بيعطيني مونو بروتيك اسيد، والمونو بروتيك اسيد اذا بيعاود بخسر كمان بروتون بيعطيني بيز، صح؟ هلا الان اذا هذا له كم شكل؟ له ثلاث اشكال. مين بيحدد الشكل المسيطر؟ اللي بيحدد الشكل المسيطر هو البي اتش اللي انت بتحطه فيه، يعني حطه في بي اتش اسيدك بتلاقي بس الشكل هذا فقط لا غير. هلا ممكن بتلاقي له اشكال اخرى بنسب قليله، ولكن الشكل المسيطر والغالبيه العظمى بتكون لها، تمام؟ حطه دكتور في بيسك، حطه في بيسك بيكون له الشكل هذا، تمام؟ حطه في نيوترال فورم بتلاقي له الشكل هذا دكتور مع وجود هذا وهذا ولكن بنسب قليله. اذا الان صار عندي ال H2L له ثلاث اشكال، الاسيدك فورم والبيسك فورم والانترميديت فورم. ايضا الان طبعا اذا بتنتقل من هون لهون كي اي، هاي معطيك اياها من بي كي اي، واذا بتنتقل من هون لهون كي اي، ليش كي اي؟ لانه تصرف كاسيد، لانه تصرف كاسيد. هلا الان ارجع رجوع دكتور من هون لهون بتصرف كبيز،
يعني بمعنى من هون لهون الانصر له كي بي، شو له كي بي، بمعنى كي اي 2 صار مربوط بكي بي 1 لانه من هون لهون كي بي 1، ومن هون لهون رجوع هو ما في دكتور. لما يكون في عندك الان سهمين، سهم رايح وسهم جاي، معنى ذلك انه الـ مع بعض هذول بصيروا ايكوليبريوم، وبالتالي الان هذا من السهم، انا بدي اخذ السهم اللي رايح هلا بعدين برجع ارجع. طلع الان في عندك سهم رايح من فوق وسهم رايح من فوق، من هون لهون كي اي 1، من هون لهون كي اي 2. ارجع الان معي، الان دور السهم اللي تحت من هون لهون الـ هذا بتصرف كما لو كان بيز، فإله كي بي 1، إذا بتضرب كي اي 2 في كي بي 1 بيعطيك كي دبليو. هلا من هون لهون إله كي بي 2، إذا بتضرب كي اي 1 في كي بي 2، هلا كمان شوي رح نيجيهم في السلايد بس مشان تفهم شو المقصود فيهم. إذا بتضرب كي اي 1 في كي بي 2 بيعطيك كي دبليو. تمام؟ هلا الآن هذا الآن وضحت لك الـ القضية هون بشكل واضح. الآن الـ H2L اللي هو داي بروتيك في الأسيديك فورم، أول خطوة بتفكك بيعطيني الـ HL زائد الـ H موجب اللي هي الخطوة هاي دكتور من هون لهون، اللي هي إلها كي اي 1 وإلك اصطلاحا تسميه كي 1، لا ما في مشكلة. هلا الـ HL بيعاود يتفكك لـ L ماينس زائد H موجب، ماشي الحال، L ماينس زائد H موجب إلها كي اي 2 أو كي 2. تمام؟ هلا روح معي الآن العكس تماما، إذا بدنا نرجع رجوع زي ما حكيت قبل شوي، الـ L ماينس بيعطيني كي بي 1 إذا رجع رجوع، صح؟ هي دكتور، إذا رجع الـ L ماينس بيعطيني الـ H1 إلها كي بي 1، والـ HL إذا رجع للـ H2L بيعطيني كي بي 2 اللي هو بيتفاعل مع المي، وبالتالي صار عندي أنا الآن كي بي 1 وكي بي 2. الآن العلاقة هي جدا مهمة وبجيب عليها دائما سؤال بالفاينل، إنه إذا بتضرب الآن كي اي 1 بكي بي 2 بيعطيك كي دبليو. كيف بيجي السؤال؟ بعطيك قيمة الـ KA1 وبقول لك بدي الـ KB2، واحنا عارفين انه الـ KW هو 1 في 10 قوة ناقص 14. تمام؟ هذا احنا عارفينه منيح انه هذا 1 في 10 قوة ناقص 14. الـ KA2 في الـ KB1 KW، أنا شرحت لك إياهم قبل شوي هون دكتور. هون KA1 إقبالها KB، عفوا هون KA1 إقبالها KB2. هون KA2 إقبالها KB1، لأنه أنت افهمها فهم انه هذا رايح من هون KA1، الآن هذا كمل كي بي 2 كي اي 2 ورجوع دكتور العكس تماما. هلا هذا اخذناه، هذا سلايد، هذا موجود في هرس تيبل، يبدو انه ماخذ من الطبعه الثامنه هو، لانه احنا في التشابتر، لا بلا بلا صح صح في الطبعه السابعه، ماشي الحال. هو بس هذه امثله، انت متى يعني هي فقط هي للتوضيح بعض الاشياء اللي ناخذهم از داي بروتيك اسيد داي بروتيك بيز. تمام؟ الآن بدنا نيجي الآن على الإشي المهم اللي هو الإشي اللي بيجي بالامتحان. اتفقنا دكتور إنه كل واحد من هذول ما إنه الداي بروتيك أسيد إله ثلاث أشكال، صح؟ إله ثلاث أشكال، إله الأسيدك فورم، وإله النيوترال فورم، وإله البيسك فورم. هذا اتفقنا عليه، صح هيك؟ وهي يلاحظ السهم حاط لك اياه بالطريقه هاي، يعني اذا هذا بخسر بروتين بروح هيك، اذا هذا بكسب بروتين بيرجع هيك مره ثانيه. ولهذا السبب له ثلاث اشكال الداي بروتيك اسيد، الاسيديك فورم والبيسك فورم والانترميديت فورم. الاسيديك فورم هيو عند اللو بي اتش، يعني عند الاسيديك ريجن. البيسك فورم هيو ال ان ماينس، والانترميديت فورم الاتش ال هيو. حتى لاحظ انه هاي الرسمة ماشي الحال ماخذها كوبي بيست من هرس، المؤلف نفسه هذا اللي عامل باور بوينت ماخذها بنفس الوانها ونفس الشيء من هرس، بس هو ضايف عليها الاسهم هاي ومظبط الان البي اتش وكل شيء. تمام؟ هلا الان مطلوب مني انا بما انه صرت اعرف انه الاتش 2 ال له ثلاث اشكال، ولاحظ في كل مره عم بعيدهم، هاي بقول لك الكي 1 هالقد والكي 2 هيك. الان صار مطلوب مني انا اوجد، صار مني اوجد البي اتش واوجد تراكيز الثلاث اشكال هذول، صح؟ هلا الان بدنا نفهم شغله، الاتش 2 الموجب تعامل كما لو كانت مونو بروتيك اسيد، والال ماينس تعامل كما لو كانت مونو بروتيك بيز، والاتش ال هي لها قصه خاصه فيها. اذا الاتش 2 ال تعامل معامله مونو بروتيك ويك اسيد، وبالتالي كي 1 اعلى بكثير من كي 2. يعني تطلع دكتور K1 ماينس 3 K2 ماينس 10، فرق كبير بين الاثنين. وبالتالي بدي اخذ انا assumption انه ال H2L ال H2L او ال H2A او بغض النظر، المهم عندي H2 بعدين لزق فيها الرمز اللي بدك اياه.
وإذا بتحبوا بعطيكم أسئلة مقترحة من هرس ممكن تستفيدوا منها بالكويزز وبالفاينل. أوكي، ال H2L موجب اللي هو هذا هو يتم معاملته كما لو كان معاملة المونوبروتيك أسيد. ليه؟ لأنه دكتور الآن البروتون الثاني ضعيف جدا جدا جدا، 10^10. أوكي، إذا خلاصة الكلام هذا من عامله معاملة المونوبروتيك أسيد، وهذا معامل معاملة المونوبروتيك بيز. إذا الآن اللي أنا بدي أعمله، بدي أبدأ الآن من هون أحدد البي اتش للدايبروتيك أسيد. نفس اللي حكينا، تتذكروا شو كنا نحكي؟ كنا نقول كي اي يساوي، طبعا كي اي هون هون عندي 2 كي اي، ولكن الثاني ما باخذها لانه هي شايفه كي اي 1 اعلى بكثير من كي 2 فبلغي كي 2، بتعامل مع مين؟ مع كي 1. هلا بتتذكروا شو كنا نحكي دكتور في المونوبروتيك اسيد في شابتر 9؟ كنا نقول كي اي يساوي اكس تربيع على اف ماينس اكس، واتفقنا انه نشيل الاكس اللي تحت، اتفقنا انه نشيل الاكس اللي تحت صح؟ وبالتالي الآن ال KA يساوي X تربيع على كذا، الآن هو بس كاتب لك إياها as equilibrium. هيها دكتور KA، هي قيمته يساوي HL في H موجب على H2L اللي هي X تربيع على F minus X. هي هاي المعادلة، هاي المعادلة KA بيساوي هاي في هاي على هاي اللي هي X في X على 0.5 minus X. هلا اصطلاحا قلنا شيل X، ماشي الحال، قلنا شيل X، وبالتالي ال X شيل اكس اللي هون حتى ما تدخل في القانون العام والمميز. الان الاكس اذا حليناها بتكون 1.32 في 10 قوة ناقص 2 مولر. طبعا الان الاكس هون شو بتمثل؟ بتمثل تركيز ال HL وال H موجب. اذا الان لاحظ، انا مطلوب مني في كل حالة في الاسيديك فورم وفي البيسك فورم وفي النيوترال فورم، مطلوب مني انا اوجد ثلاث اشياء. مطلوب مني اوجد هاي تركيز هاي، ومطلوب مني اوجد تركيز هاي، ومطلوب مني اوجد تركيز هاي، هاي ثلاث، ومطلوب مني فوقهم اوجد البي اتش. قديش صاروا اربع اشياء مطلوب مني اوجدهم. نبدا فيهم واحد واحد. عملت ال كي اي يساوي اكس تربيع على اف ماينس اكس، حيث اكس هي تركيز ال اتش ال وهي نفس تركيز ال اتش موجب. هيها شايفه دكتور؟ هيها نفس. اذا الان انا طلعت اكس من المعادله، اذا انا تلقائيا مجرد ما طلعت اكس، ماشي الحال، مجرد انا ما طلعت اكس انا طلعت تركيز ال اتش موجب وطلعت تركيز ال اتش ال، تمام؟ هلا هذا معناه اني انا صرت اوجدت شغلتين. طيب روح انت اوجد هاي تركيز ال H2L مش بتساوي F minus X، مين ال 0.05 اللي هي الفورمال كونسنتريشن ال F، هي 0.05، ماشي الحال. اذا انا شو اوجدت لغاية الان؟ اوجدت تركيز المادة هاي، تركيز المادة هاي، تركيز المادة هاي. تركيز ال HL هو نفسه تركيز ال H موجب اللي هو نفسه قيمة X اللي طلعت من المعادلة هاي. تركيز ال H2 الموجب عند الإكوليبريم هو F minus X، X أنا طلعت بطرحها من F بطلع معي تركيز ال HL، شو ضل علي؟ BH، خذ minus log القيمة هاي بطلع معك الأربع أشياء، كل عام وأنت بخير. تمام؟ هيك بتكون أنت شو عملت؟ هي أنا اللي حكيته. شايف دكتور؟ اللي من هون لهون أوجدت أربع أشياء. واحد، أوجدت تركيز ال H موجب وال HL. أنا مطلوب مني، ركز معي، أنا مطلوب مني أوجد تركيز ال H موجب وتركيز ال HL وتركيز ال H2 الموجب. طبعا تعرف شو اللي قاعد انا بحكي فيه، هذا الاسيديك فورم، هذا النيوترال فورم، وهلا بدي اوجد البيسك فورم. اوكي، هلا انا اوجدت ال H من ال KA، بما انه انا افترضت والدكتور علمني انه KA1 اعلى بكثير من K2، مسموح لي، ها مسموح لي اني انا او اعامله معامله المونوبروتيك اسيد، رحت طبقت القانون اللي علمني اياه الدكتور، KA يساوي X تربيع على F ماينس X، الغي ال X اللي تحت هاي حتى تصير الامور سهله عليك، X تساوي هالقد اللي هي تركيز ال HL، تركيز ال H موجب، الان تركيز ال H2 الموجب F ماينس X هيها، ال BH هو عباره عن اللهم صل على سيدنا محمد، ال BH دكتور هو ماينس لوك تركيز ايون الهيدروجين اللي هو ماينس لوك ال X، ماشي الحال. اذا انا اوجدت كل شيء بتعلق في الاسيديك فور، واضح؟ الان الخطوه الاولى انهيتها بنجاح اللي هي الاسيديك فور. الاسيديك فور مره ثانيه دكتور، انا بعطيك في الامتحان قيم ال KA1 واحيانا بعطيك ال KA2، بس انت ما راح تحتاج ال KA2، ماشي الحال، في الخطوه هاي طبعا انت بتحتاجها في شيء ثاني. اوكي، هلا الان ال KA1 انا اوجدته، ال KA طبقت X تربيع على F ماينس X، X هي نفس ال H موجب ونفس ال HL،
اف ماينس اكس هي تركيز الاتش 2 الموجب، هي ثلاث اشياء، ماينس لوج الاكس اللي هي ماينس لوج تركيز الايون الهيدروجين، هي انا اوجدت اربع اشياء. خلصت. هذول مهمين بالامتحان النهائي دكتور. هلا واحد بيجي بيقول لي دكتور وين الكي 2؟ احنا افترضنا انه هذا فيري 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 ويك، وبالتالي ما بتفكك للخطوه اللي بعديها. تمام؟ طيب الان بدي ضل علي ايش؟ ضل علي اوجد تركيز ال ماينس. احنا اتفقنا الان في كل خطوه موجود مطلوب مني اوجد 1 2 3 والبي اتش 4 ماشي الحال، والال ماينس، الال ماينس بروح بعوض قانون الكي اي 2 اللي هو قانون الكي اي 2. اقول لك من وين جبته؟ جبته من هون دكتور. هي وين 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 يا ايات؟ وين يا ايات؟ وين يا ايات؟ الكي اي 2، لا دقيقة شوية، ال KA2 تعالوا معي، هيو ال KA2 الدكتور شو بيساوي من هون؟ بيساوي ال L- ضرب ال H موجب على ال HL، صح؟ هيو 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 ال KA2 هي معادلته، شو بيساوي تركيز ال L- في تركيز ال H موجب على تركيز ال HL؟ تعالوا نشوف الحكي هذا صحيح. هيو دكتور، تركيز ال H موجب في تركيز ال L- على تركيز ال HL، ما هي هاي X وهاي X، هاي بتروح مع هاي، إذا ال KA2 هنا نفسه مين؟ ال L- دكتور، هي اشطب هاي مع هاي، شو بصفي؟ إذا تركيز ال L- هي نفسها دكتور نفس قيمة ال KA2. إذا أنا هيك سكرت الأسيدك فور. لغاية الآن شو أوجدت للأسيدك فور؟ واحد تركيز ال H موجب، اثنين تركيز ال HL، ثلاث تركيز ال H2L موجب. مرة ثانية دكتور الموجب ما تفرق، يعني الموجب مش اشي مش اشي مهم، يعني بمعنى انا بالامتحان بقول لك اياها H2A، تيجي تقول لي بالامتحان دكتور وين الموجب؟ مش مهم الموجب، الموجب لانه اخذنا مثال امينو اسيد، انا بهمني انه H2 ولزق معاها ان شاء الله بتلزق اللي بدك اياه. تمام؟ اذا انا مطلوب مني في الاسيدك فور، مطلوب مني ما يلي دكتور، بسم الله، مطلوب مني ال H موجب، مطلوب مني تركيز ال HL، مطلوب مني تركيز ال H2L، هاي ثلاث، مطلوب مني ال BH هاي أربعة، ومطلوب مني ال L- اللي هي نفس قيمة ال KA2. هذا طابق وسكرته خلاص. إذا في الدايبروتيك أسيد في الأسيدك فورم بدي أوجد أربع أشياء. والله يا دكتور هن نفس السن اللي أنا حكيتهم في شابتر 9، بس طبق قانون KA يساوي X تربيع على F فقط لا غير، فقط لا غير. مجرد ما طلعت اكس، هاي طلعت شغلتين، طلع مجرد ما طلعت اكس هاي طلعوا معك ثنتين، اطرح اكس من اف هاي طلع معك الثالثه، خذ ماينس لوج الاكس هاي طلع معك الرابعه، والكي اي 2 هي نفسها ال ماينس هاي طلعوا معك الاربعه. يعني بالامتحان سهلين جدا هذول اذا انت فهمتهم بشكل صحيح. تمام؟ هذول سهلين جدا وما عليهم اي مشاكل دكتور. تمام. هلا الان هذا اللي هذا وين صرنا يا جماعه الخير؟ تمام. هلا هون الان خلصنا الاسيديك فور، الان بدنا نروح، طبعا هذول بيطرحوا بعض، اذا الابروكسيميشن فاليد، الابروكسيميشن تاعنا هو فاليد، الاسامبشن تاعنا وتركيز ال L- هي نفس قيمه ال KA2 بدون اي مشاكل. تمام تمام. اذا خلصنا الاسيديك فور، تيجوا ناخذ البيسك فورم. البيسك فورم سهل على فكره، بعامله معامله المونوبروتيك بيز. خلينا معلش تحملوني، خلينا ناخذ المونوبروتيك، خلينا ناخذ الان ال ماينس. سهل دكتور، زي هذيك مجرد ما طلعت اكس خلاص طلع معك كل شيء ماشي الحال. الان ناخذ المونوبروتيك وناجل الاتش ال لبعد العيد باذن الله تعالى. تمام. الان البيسك فورم اللي هو رجوع، تتذكروا لما قلت لكم في الاسيدك لما بروح من الشمال لليمين ولما برجع من اليمين لليسار، يعني السهم اللي تحت في عندي انا ايش؟ البيسك فورم. فاذا انا عندي ال L- هيو دكتور وين راح؟ لا لا انا شغلي صح ماشي الحال. هيو دكتور هيو هيو شايفين؟ اذا قلنا من هون لهون السهم الفوقاني KA1 KA2، ارجع رجوع السهم اللي تحت شو بصير؟ L- فعله مع مي بصير HL، HL فعله مع مي بصير H2L. تمام؟ إذا هون KB1 KB2 على السهم اللي تحت، فوق KA1 KA2. طيب كثير ممتاز. تعال خلينا الآن نروح للبيسك فورم، هذا الأول له KB1 وهذا طبعا KB1، اتذكر المعادلة اللي أعطيتك إياها قبل شوي. اتذكرها هيها، قلت لك بسألك عنها بالامتحان. KB1 بتقدر تطلعه من قيمة الـ KA2؟ يعني بالامتحان
مستعد اعطيك كي 1 وكي 2 واتركك، كي بي 1 وكي بي 2 ما بعطيك اياهم، انت بتوجدهم من المعادله هاي. فكي بي 1 دكتور هي نفس كي دبليو على كي اي 2، ماشي الحال؟ اذا الان نرجع دكتور لل اللهم صل على سيدنا محمد لهذا الحكي اللي هو البيسك فورم. اذا كي بي 1 كي دبليو على اي 2 هي طلع، وكي بي 2 هي طلع. الان الشيء الجيد في الموضوع انه تعامل ال ماينس كما لو كانت مونوبروتيك بيز، هي شايفه؟ عارف شو يعني مونوبروتيك بيز؟ يعني كي بي هو كي بي 1 وكي بي 2 بلغي. بوج الكي بي 2 ما بستخدمه الا لاغراض اني اوجد تركيز الاتش 2 الموجب. اذا نفس السؤال هاي شايف؟ بدي اعيد تنافسها، بس الان الاكس الان بدل كي اي شو بدي احط؟ كي بي. وبدل ما تكون الاكس هي تمثل تركيز الاتش موجب، شو بتصير؟ هي تمثل تركيز الاو ار سيل. نفس القصه هاي شايف؟ ولا راح اغير شيء. لاحظ بدل كي اي شو حطيت؟ كي بي. والاكس اللي طلعت معي بدل ما كانت تمثل تركيز الاتش موجب والاتش ال، شو كان صارت؟ تركيز الاو اتش سيل. نفس القصه دكتور. هلا الان انت بتعرف اذا معك تركيز الاو اتش سالب وبدك الاتش، بتعرف انه في قانون بقول لك تركيز الاتش موجب في تركيز الاو اتش سالب يساوي 1 في 10 قوه ناقص 14، بتعرفوها هاي. وبالتالي اذا بدك تركيز الاتش موجب هي كي دبليو على او على تركيز الاو اتش ماينس اللي هي نفسها اكس. مره ثانيه عوض كي بدل كي اي بكي بي، والاكس بدل ما كانت اتش موجب واتش ال شو صارت؟ او اتش سالب واتش ال. الان طلعنا الاو اتش سالب وطلعنا الاتش ال، صح؟ من قيمه اكس بطلع ثلاث اشياء، تركيز الاو اتش سالب هذا في حاله البيسك، وتركيز الاتش ال، وهاي شو ال ماينس شو هي؟ اف ماينس اكس. هاي صاروا ثلاث اشياء طلعوا خطوه واحده. مجرد ما انت مو دكتور هنا الاكس شو بتساوي؟ لما تشيل الاكس اللي تحت هاي، الاكس هاي شو بتساوي؟ الجذر التربيعي لكي بي في اف. هاي في حاله البيس، وفي حاله الاسيد الجذر التربيعي لكي اي في اف، وكل عام وانت بخير. هلا اكس اللي طلعت معك هاي هي نفس او اتش ماينس، هي نفس اتش ال، اطرحها من الفورمال كونسنتريشن صارت عندك ال ماينس، هاي صاروا ثلاث اشياء. هلا بدي البي اتش، البي اتش اما الان بتوجد البي او اتش اللي هو ماينس لوج الاو اتش ماينس وبتطرحه من 14 بيطلع معك البي اتش، واما بتطبق المعادله هاي انه الان تركيز الاتش موجب هو كي دبليو على او اتش ماينس بيطلع معك، بعدين بتاخذ اللي هو كذا. اذا ما بدك خذ ماينس لوج الرقم هذا بيطلع معك بي او اتش، اطرحه من 14 بيطلع معك بي اتش، هي هي دكتور. اذا الان هون نفس الشيء نفس القصه، بس بدل كي اي كي بي. ولاحظ انه كي بي هي كي دبليو، صح؟ هي كي دبليو على كي اي 2 اللي حكيناها قبل شوي، صح؟ هيها كي دبليو على كي اي 2. هلا هون نفس الشيء دكتور، نفس القصه، بس اكس هي او اتش ماينس في حاله البيز، وهي اتش ال، اطرح الاف ماينس اكس بيطلع معي تركيز ال ماينس، هي صاروا ثلاث اشياء، والبي اتش اوجدته. طبعا البي اتش مره ثانيه بعيد له طريقتين، اما بتوجد تركيز الاتش موجب على المعادله هاي، واما بتاخذ ماينس لوك هاي بيطلع معك البي او اتش، اطرحه من 14 في معادله بتقول بي اتش زائد بي او اتش يساوي 14، اوكي بوجد. شو ضل علي؟ ضل علي الاتش 2 الموجب. الاو اتش اوجدته، والاتش ال اوجدته، والال ماينس اوجدته، والبي اتش اوجدته، والبي او اتش اوجدته. شو ضل علي دكتور؟ ضل علي الاتش 2 الموجب. الاتش 2 الموجب بوجده بدلاله الكي اي 1 الكي بي 2 كي بي، هي نفسها على فكره نفسها ما غلطتش، لانه الكي بي 1 والكي الكي بي 2 والكي اي 1 مربوطين بكي دبليو. مزبوط مزبوط صح، انا حافظ درس منيح. اوكي ما هيها الكي بي 2 من وين احنا بنوجدها دكتور؟ حدا بيقول لي من وين موجودها؟ هي كي دبليو على كي اي 2 على كي اي 1، يعني اذا اعطيتني كي اي 1 بروح بطبق انه الكي دبليو على كي اي 1 بيساوي كي بي 2. فالان قانون الكي بي 2 بيساوي من المعادله الاولى اللي بديش ارجع لها هسه، بيساوي تركيز الاتش 2 الموجب في الاو اتش ماينس في اتش ال، هي اكس وهي اكس، اشطب هاي مع هاي، بصفي عندك الكي بي 2 هو نفسه تركيز الاتش 2 الموجب، هي اكس في اكس. اذا صفى الكي بي 2 هو نفسه تركيز الاتش 2 الموجب، ماشي الحال، وبالتالي الابروكسيميشن از فاليد. اذا الان نفس القصه دكتور، الاسيدك والبيسك، بس بدل كي اي 1 حطيت كي بي 1، وبدل كي اي 2 حطيت كي بي 2، تمام؟ يعني هذول الدرسين هذول الاسيدك فورم والبيسك فورم جدا سهلين وجدا متماثلين، وهم نفسهم اللي شرحناهم تشابتر 9، اسيدك ماشي الحال وبيسك،
اوكي، هذول لاحظ انك في كل مره بتطلع اربع اشياء: تركيز ال HL، تركيز ال H2 الموجب، تركيز ال H موجب، تركيز ال OH سالب، وال PH او ال POH، لانه ال PH مجرد اللي بيطلع ال PH بيطلع معه ال POH تلقائيا. تمام، هيك بنكون احنا بنكون اللهم صل على سيدنا محمد خلصنا الاسيديك والبيسك. للانترميديت فورم له قصه دكتور، اوكي نشرحها باذن الله تعالى بعد العيد اذا الله احيانا وابقانا. يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، علاماتكم بسم الله ما شاء الله جيده، ماشي الحال. بتمنى انه اللي بيسمع الفيديو يتابع معي للاخر. الان احنا وصلنا لمرحله انه الان خلينا نحكي انه وصلنا ل خلينا نقول دراسه التشابتر ها. مره ثانيه دكتور يعطيكم العافيه. الان فتره العيد، للعيد هذه نصيحتي انا كاستاذ لكم. الان نتفرغ اعتبارا من بكره، من نهايه بكره، خلينا نقول من عصر بكره، نتفرغ الان لما يسمى بفرحه العيد، نتفرغ ليوم عرفه، ماشي الحال. وما بننسى دكتور انه في يوم عرفه رب العالمين بتنزل تنزل يليق بجلاله وعظيم سلطانه في النهار، في وضح النهار، اوكي، بينما في باقي الايام، في سائر الايام يتنزل في الثلث الاخر من الليل. وبالتالي يا دكتور كل واحد فينا له حاجه، كل واحد فينا بيتمنى انه اذا له مريض يشفى، كل واحد فينا بيتمنى اذا كان خريج او اذا كان طالب يتمم ربنا اموره على خير، ماشي الحال. واللي كان منا فاتح بيت بيتمنى انه ربنا يديم عليه خلينا نقول الخير، ويديم عليه البركة، ويديم عليه صحة اولاده وصحة اخوانه. فبالتالي يا دكتور هذا يوم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام خبرنا فيه انه صيامه بكفر ذنوب سنتين. ايضا كمان دكتور اعرض حاجتك على رب العالمين في قبل اذان المغرب، يعني في يوم الخميس، ماشي الحال. صح كلنا بنطحن، انا بحكي عن الصبايا تحديدا بيطحنوا في التنظيف وفي تجهيز البيت، والحمد لله رب العالمين هذا العيد ربنا من علينا فيه، خلينا نحكي فيه، اللي هو عبارة عن انه الزيارات مسموحة وما فيش حظر، وربنا عوضنا عن العيد الماضي. وبالتالي صح بيكون، لكن لسانك دكتور ما في اشي بيمنعه من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وبالتالي هذه فرصة تعرض حاجتك على رب العالمين، وثق تماما انه ما في دعاء يرد صفر دكتور، رب العالمين ارحم فينا من انفسنا. ففرحة العيد للعيد، انا نصيحتي انا كدكتور ايات نصيحتي انه ما تنزع الفرحة هاي بكويز، ولا تنزعها باي شيء وتقول انا تنكد على اللي حواليك وتنكد على حالك، انا عندي كويز وكذا. بامكانك الان من يوم الجمعه لمساء يوم الاحد لصبيحه يوم الاثنين، بامكانك الان تستمتع بالعيد بكامل فرحته. هلا اذا بدك الان يوم الاثنين تبدا تستعيد نشاطك وتراجع دروسك، هذا لا باس فيه دكتور، ولكن ما تنكدش على الناس وتقول انا عندي دراسه وانا عندي وانا وعندي عندي، هذا كله ما في داعي له دكتور. كل شيء بوقته جيد، ماشي الحال. والامور اذا تنظمت وانعطت الاولويات انه ايش الاولى فالاولى، ماشي الحال، بتكون الامور مرتبه بشكل جيد. مره اخرى دكتور نصيحتي انه ما تضيعوا اجر يوم عرفه، ماشي الحال، وما تغفلوا فيها دكتور عن الدعاء لكم ولاخوانكم ولسائر المسلمين، ولا كمان دائلي اذا كنت استحق دعوه منكم فهذا فضل من رب العالمين تتفضل علي فيه. تمام، باذن الله تعالى بنلتقي في صبيحه يوم الثلاثاء بمحاضره جديده، ماشي الحال، وربنا يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال. كل عام وانتم